سادتي وسادتي، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سين جيم. قمة الجولف. نتعرف على ضيوفنا. كمال اللحام. تشتغل؟ مهندس مدني. والست؟ نغم محمود. تشتغلي؟ طالبة. طالبة فين؟ ثانوي؟ لا، معهد. في المعهد. أهلا وسهلا. السؤال الأول مشترك بينكم، اللي بيعرف يرن الجرس وإذا ما مش متأكد ما يرن الجرس أحسن له. أكمل هذا البيت من الشعر: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت. فقولي لا، هي فمن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. نعم؟ يا خي أعطيت إشارة إلها. هي رنت قبلك. فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أوكي، تبدي أول أنت. أوكي. الأح والمح هما البياض والصفار في البيض، أيهما يسمى بالفصحى المح؟ صفار البيض أم بياض البيض؟ صفار البيض. صفار البيض صح. إذا أنت طلعت درجة بحرف الألف ست نغم، خلف حرف الألف، أقل أم أكثر من خمسة؟ أكثر من خمسة. أكثر من خمسة، لا أقل. نيجي إليك يا سيد كمال. أصبح فرن المايكروويف في نسبة كبيرة من البيوت لسرعته ومزاياه الكثيرة، أيهما أفضل لاستعمال الفرن؟ الأطباق الدائرية أم المستطيلة؟ الدائرية. الدائرية صح، لأن المستطيلة أو المربعة تزداد درجة الحرارة عند أركانها وتقل في الداخل، ويفضل أن تكون دائرية. طيب أنت هلأ طلعت درجة الحرف الألف، أقل أم أكثر من خمسة؟ أقل. أقل، لا أكثر. نرجع إليك يا ست نغم. سويسرا دولة محايدة ولم تتقدم للانضمام لهيئة الأمم المتحدة، فما هي الدولة المحايدة الأوروبية الأخرى منذ عام 1955 ولكنها من أعضاء هيئة الأمم المتحدة؟ النمسا أم السويد؟ السويد. لا، النمسا. في الحرب العالمية الثانية احتلت النمسا من بريطانيا وفرنسا وأمريكا والسوفييت، وفرضوا عليها الحياد، حرم عليها امتلاك الأسلحة النووية والقذائف الذاتية والمدافع البعيدة المدى. النمسا الآن اتحاد فيدرالي، كانت قبل الحرب العالمية الثانية إمبراطورية تضم النمسا، هنغاريا وتشيكوسلوفاكيا. السؤال إليك يا سيد كمال. على لسان من الأنبياء نزلت هذه الآية الكريمة: بلى ولكن ليطمئن قلبي؟ على لسان سيدنا إبراهيم أم سيدنا نوح؟ سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم، برافو عليك. رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، صدق الله العظيم. أنت الآن في عندك في حرف الباء، أقل أم أكثر من خمسة؟ أقل. أقل، لا أكثر. نرجع إليك يا ست نغم. بعد كم يوم من إسلام سيدنا حمزة ابن عبد المطلب أسلم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهما؟ بعد 3 أيام أو 30 يوم؟ 3 أيام. 3 أيام صح. أنت الآن في حرف الباء، أقل أم أكثر من خمسة؟ أكثر. أكثر، لا أقل. نرجع لك يا كمان. يبلغ وزن الطائرة الجامبو 747 مع حمولتها من وقود وركاب وأمتع حوالي 375 طن، فكم وزن الركاب والأمتعة؟ حوالي 15% أم 25% من وزن الطائرة؟ 15%. حوالي 45 طن. وزن الوقود حوالي 130 طن. وصح جوابك. أقل أم أكثر من خمسة؟ حرف الجيم. أقل. 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 من كم من معك؟ بعض الممالك يطلق على مملكها ألقاب غير لقب ملك، إمبراطور، سلطان إلى آخره، فما هو اللقب الذي كان يطلق على آخر ملك في تونس؟ سلطان أم باي؟ باي. باي تونس. صح. أقل أم أكثر من خمسة؟ أقل. أقل، لا أكثر. إذا بنرجع للست نغم. الإضاءة بالنيون من الأساليب والطرق الحديثة للإضاءة، وهي تعتمد على غاز من غازات الهواء يوجد بنسب قليلة في الهواء، ففي كل 65,000 جزء من الهواء يوجد جزء واحد من غاز النيون. لماذا سمى نيون نسبة إلى مخترعه
أو لأنه نيو جديد؟ لأنه جديد. لأنه جديد اكتشف حديثا سمي نيون من كلمة نيو. منكمل معاك. أقل أم أكثر من خمسة؟ أكثر. أكثر طلعت ستة مظبوط. منكمل معاك. المجتمع الصهيوني في فلسطين المحتلة يتألف من اليهود السفرديم واليهود الأشكناز، فما هو معنى سفرديم وهو مشتق من كلمة عبرية هي سفاردة؟ هل تعني إسبانيا أم اللون الأسمر؟ إسبانيا. إسبانيا صح، وأطلق على جميع اليهود الأصول غير أوروبية. الرقم أقل أم أكثر من خمسة؟ أكثر. أكثر لا أقل. هلأ السؤال إلك، إذا عرفته منكمل معك. أول مستعمرة أوروبية في العالم العربي كانت إسبانية، وكانت من مدن المغرب لقطع الطريق على عرب الأندلس. فما هي ثاني أرض استعمرتها الدول الاستعمارية الأوروبية؟ الجزائر أم الإمارات العربية المتحدة؟ الجزائر. الجزائر غلط. الإمارات العربية المتحدة استعمرتها البرتغال سنة 1650. منرجع للست نغم، حظك كويس لأنه هو ما زبطت معه. السؤال الآن إليك، أكبر بيضة يضعها طائر هي بيضة طائر النعام، طولها حوالي 15 سنتي. ما هي ثاني أكبر بيضة؟ بيضة البطريق، البنجوين أو بيضة الكيوي؟ الكيوي. الكيوي 12 سنتيمتر، وزن البيضة يساوي ربع وزن الطائر تقريبا. أنت وصلت للألف درهم. الألف درهم الآن مبروكين عليك. بثلاث أسئلة إذا بتعرف اثنين منهم بيصيروا 2000 درهم. وما تخافي وما تقولي قناعة. قناعة لا أنا تنزل. جباني. لا جباني، خليك قوية، شدي حيلك. ما تخافي. وحياتك ما تخافي. لا شكرا. أعطيك خذي فرصة بيصيروا 2000. شكرا خلص. جباني. جباني. فمبروك عليك الألف درهم. ويا سيد كما حظك سيء مع أنك أبليت بلاء حسنا. شكرا. وجولة أخرى وأخرى مع الفرسان الثلاثة، فرسان المطارحة الشعرية، الأساتذة محمد علي ناصر، الأستاذ أحمد عبد الغفار علي، والأستاذ محمد عيسى أبو شحاب. أهلا بكم. الواقع الفائزون الثلاثة، بعتبرهم فائزين لأنهم استمروا هذا الوقت الطويل. نعطيكم كمان 5 دقائق إن شاء الله واحد منكم يعني يقدر يفوز من بين الثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أقول دائما وكما أستهل دائما وكما أؤمن دائما، العرب خير أمة من شك في قولي كفر. رماني زماني بالذنوب وها أنا لجاهك يا خير البرية معوز. زمن إذا أعطى استرد عطاءه، وإذا استقام بدا له فتحرفا. فإن قلت ردي بعض عقلي أعش به، مع الناس قالت ذاك منك بعيد. دعاني الغواني عمهن وخلتني، ليسم فلا أدعى به وهو أول. ليس اليتيم الذي قد مات والده، بل اليتيم يتيم العلم والأدب. حلو. بقلبي سأرمي وجوه العداة، فقلبي حديد وناري لظى. ظننت الظلم يا فرعون ولا، ودالت دولة المتكبرين. نون. نسيت وما أنسى عتابا على الصد، ولا خفرا زادت به حمرة الخد. دم الثوار تعرفه فرنسا، وتعلم أنه نور وحق. قامت تظللني من الشمس، نفس أحب إلي من نفسي. قامت تظللني ومن عجب، شمس تظللني من الشمس. حلو حلو. الأبيات الشعرية الحلوة حلوة. هات خلينا نشوف شعر حلو. سكران سكر هون. سلامتك. سكران سكر هون. هذا مو حلو، هذا دايخ.
قول. سكران سكر هوى وسكر مدامة أنا يفيق فتى به سكران. نزل الهلال عن السماء نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. لا. لقد أنجزت فيه المنايا وعيدها وأخلفت الآمال ما كان من وعدي. دب الوشاة فأبعدوه وربما بعد الفتى وهو الحبيب الأقرب. ب. بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ظنوا علي كرام. ما زلت تسألني عن يوم ميلادي، سجل لديك إذن ما أنت تجهله تاريخ حبك لي تاريخ ميلادي. الله. دعاني إليك العلم والحلم والحجى وهذا الكلام النظم والنائل النثر. رعته عين السماء بحله وترحاله فشذا بها الكون ما قد أنشذا. دعانا بالذال ذريني للعلا أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير. فشيق شيق عبق كحيل مال وانقسم. ميم. مت من حبة بر أحدثت في الصدر علة. حبة بر. هم علموني البكا ما كنت أعرفه، يا ليتهم علموني كيف أبتسم. هم أرضعوني لبان الحب في صغري وعندما علقت روحي بهم فطموا. حلو. من فاته العلم وأخطأه الغنى فذاك والكلب على حد سواء. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الإعراق. الأعراق. قولي أحبك كي تزيد وسامتي فبغير حبك لا أكون جميلة. قولي أحبك كي تصير أصابعي ذهبا وتصبح جبهتي قنديلا. الآن قوليها ولا تترددي، بعض الهوى لا يقبل التأجيل. الله. هاي لمين هاي؟ نزار. هذا نزار. نزار. لقد بشرت بعد النبي محمد بجنة خلد زمرة سعداء، سعيد وسعد والزبير وعامر وطلحة والزهري والخلفاء. الله. باقي دقيقة. أصلي فأجدو حين أتلو بذكرها وأطرب في المحراب وهي أمامي. آخر جولة. ماذا أقول إذا راحت أنامله تلملم الليل عن شعري وترعاه. ها. هلا جنحتم للسلام وقدسكم صرعى تئن من الهوان المبرم. ما عشقناك من صفات ولكن نحن قوم إذا نظرنا عشقنا. حلو. انتهى الوقت ولسه ما حدا فاز وجولة أخرى إن شاء الله. شكرا. شكرا. قلائل وللأسف المطربين الذين يطربوننا الآن، ومن هؤلاء القلائل مطرب جبلي، مطرب الوادي ومطرب الجبل والصخر، إلياس كرم.
الأستاذ إلياس، أنا شكراً. نادرا ما أقول معجب لأي مطرب، ولكني معجب بيك وبسلفك الأستاذ وديع الصافي. حبيبي أنا أشك أن أنت من معجبين في وديع الصافي ومن تلاميذه طبعا، وله طريقة وأسلوب أنت مشيت عليها. أستاذ إلياس، أنت برأيك المطرب يلحن لنفسه أو غيره يلحن له؟ والله أولا يعني بشكرك على هالتقديم الحلوة، بشكر الجمهور الحبيب كمان اللي على طول بيشجعنا وبيزقف لنا، فهذه المحبة نعمة من الله. وبشكرك على أنه أنت كمان بعرف ذوقك صعب لأنك أصيل وما بتسمع الأشياء الأصيلة، وأنت كمان مثل يعني تربينا على الأغاني الأصيلة والأغاني للعمالقة اللي رحلوا في بعض الموجودين طول عمرهم. فالمطرب مش ضروري أنه يلحن لحاله، بس إذا كان في موهبة التلحين بيكون أحسن، لأنه هو بيكون فهمان صوته أكثر من الملحنين الباقي. بس إذا ما عنده موهبة لا، يترك الشغل لغيره. يعني مثلا الله يرحم عبد الحليم حافظ كان موسيقي وبيعزف وكذا ودارس موسيقى، لكن ما كان يلحن نفسه، لكن يمكن كان يتدخل في اللحن، يعدل يعد طبعا حسب خبرته الخبرة السنوات هذه الكبيرة اللي مضاها بالفن. يعني باعتقادي يعني صار يحق له انه يغير جملة موسيقية او شغلة منه مرتاح له بصوته يعني. فهي معلش هذه يعني مجازة، وهذه كانت برضو مع السيدة أم كلثوم. مزبوط. اللي هي ما لحنت نفسها لكن كان لها رأي وتغير في اللحن ضروري. هدول العمالقة ما بيتكرروا بعدين. لازم يعني إذا بدهم يشوفوا هن الوحيدين اللي بيحسوا إنه هالجملة بتلبق لصوتهم ولا ما بتلبق لصوتهم. هلأ ليش في مطرب مثلا بينجح مطرب ما بينجح؟ بيكون هاي الشغلة عنده منها مزبوطة كتير، يعني ما بيقدر مثلا شو ما أجا لحن يقول يلا يغني. بينما لا، هؤلاء العمالقة لا، إذا في جملة ما ركزت على صوتهم على نغمة مثلا يغيروها ويغيرها الملحن، لأنه هن عمالقة يعني هن اولا واخيرا اصحاب اللحن، وهن بده يغنوا للجمهور والاغنيه بدها تنحب من خلالهم مو من خلال الملحن. ما عجبني بكلامك جمله، معلش اعترض عليها. هؤلاء لا يتكرروا، انا لازم اتامل انهم يتكرروا، وانتم المطربين لازم ان شاء الله تكرروهم وتحيوا الطرب الاصيل. والله انا استاذ شريف باذن الله ماشي على هالمنوال على هالخط، ولا في شيء يغريني ولا في اي شيء انه تهزني او شيء. انا بالعكس تربيت على الاشياء الصح وانا ماشي على الخط، وقال اذا اعطاني عمر كمان انا حلمي اني لبعد 50 سنة كمان مثلا اذا الله اعطاني عمر بضل اعطي واعطي اشياء كويسه واشياء تعيش. ما مش مبسوط انا والله تغني اغنيه وتنجح لي شهر وشهرين او سنه وبعدين تنتسى الاغنيه وينسوني العالم، لا ما هذا حلمي. انا حلمي اذا الله اعطانا عمر نضل نعطي اشياء. طيب سؤال تقليدي، شو اخر شيء عملته؟ اخر شيء هالكاسيت هذا اللي جديد هلا نزل على الاسواق، يتضمن 8 اغنيات، هي واحده منها مريمنا. طبعا الكاسيت كله من الحاني، كلمات استاذ عصام جنيد وروحي طعمي. وهلا بدي غني اغنيه كلهم عنك سالوني، بظن بيحبوها الجمهور الحبيب، يعني صارت محبوبه. بس عشرت قبلها موال فكرة معينة طبعا. فولو موال بلا موسيقى يعني. بعدين في عم بلحن هلا لغيري للست صباح الشحرورة هلا كمان طبعا. في مسرحية كاملة شي 12 اغنية عم لحن لها هلا. وكل المطربين اللبنانيين تقريبا حاليا يعني عم في تعاونات بيني وبينهم. بس هلا بدنا نفقع لنا شي موال غير شكل. افقع ولا يهمك. يلا زقفوا لي. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي غنجي ومدلني ومش فاضي علي وعقلي
تسألي بكل القلوب مغنجي ومدللي ومش فاضي علي وعقلبي تسألي أنا يا ريتني يا ريتني جراح بفهم بالقلوب بشرح قلوب الناس قلوب الناس وبردك إلي.
مع نجوم العرب وثلاثة في ثلاثة. رحبوا معي بضيوفي الفنانين الأستاذ هاني الروماني المطرب محمد ثروت والفنانة أمل عرفة. وأنا أرحب بضيوفي المتسابقين الست فوزية محمد. فوزية محمد فوزية قربي شوي على الكرسي على المايك. تشتغلي؟ لا طالبة جامعية. طالبة جامعية فين؟ جامعة الإمارات. جامعة الإمارات. شو بتدرسي؟ إدارة الأعمال تسويق. إدارة أعمال. طيب أستاذ صالح رشدي. يا أستاذ صالح خليك قاعد مرتاح. صالح رشدي شو دراستك؟ هندسة. هندسة شو؟ معماري. معماري. الأستاذ خير الدين سعد مدرس رياضيات. مدرس رياضيات خير الدين سعد. والست نهى الخازندار. تشتغلي؟ لا. شو دراستك؟ ثانوية عامة. أهلا وسهلا. طيب السؤال الأول زي ما أنتم عارفين على الجرس، وإذا ما مش متأكد ما ترن الجرس خلي غيرك يغلط عشان أنت تبدأ. كم يوما أقام الشاعر في تلك المدينة الذي قال عنها مكثنا بها يوما ويومين بعده ويوما له يوم الترحل خامس؟ تفضل. انت تبع رياضيات. مكثنا بها يوما ويومين بعده ويوما له يوم الترحل خامس. خمسة. أربعة. أربعة. أربع أيام بس إذا يبدأ الهلال. إقامة نصب تذكاري للجندي المجهول أصبح من التقاليد المتبعة في معظم الدول، فمن هو أول من أقام نصب للجندي المجهول ولماذا؟ من أول من فكر بذلك؟ أستاذ هاني. أول من فكر بذلك ونفذ هذا التفكير هو نابليون بونابرت، وذلك بعد معركة أوسترليتز في النمسا. بنى قوس النصر في باريس ووضع تحته نصبا تذكاريا للجندي المجهول. كويس. نابليون بونابرت عمل نصب للجندي المجهول، أول نصب تحت قوس النصر بعد معركة أوسترليتز. أستاذ محمد ثروت. هو النصب التذكاري صاحب فكرته فرنسي لكنه مش نابليون بونابرت. كويس. هو الحقيقة والد أحد المفقودين في الحرب العالمية الأولى، ولما عرض فكرته بإنشاء نصب التذكاري للجندي المجهول على المسؤولين في فرنسا أقروها ورحبوا بها ونفذت في سنة 1920 وبالتحديد في شهر نوفمبر. كويس. شوف نوفمبر كمان. ست أمل. لا لا أنا برأيي وهي قناعة أنه اللي عمل هذا الشيء هو بسمارك اللي وحد ألمانيا وحط النصب ببرلين ولحد هلأ موجود هناك. والله أنا يعني الأخت أمل. أخت أمل. أيوة. هي اللي عملت نصب الجندي. مش هي اللي عملته، بسمارك اللي عملته. بسمارك تبع ألمانيا، وأول نصب جندي مجهول موجود في ألمانيا. لأن أنا شفت في ألمانيا نصب الجندي. في برلين. مجهول. في برلين شفت. أكدين 100%. نعم. يا ست أمل يا ست أمل، يعني ضروري تغشيهم. أنا؟ أعوذ بالله. بس كيف الجواب؟ مسكين. إن شاء الله. إن شاء الله. بعد الحرب العالمية الأولى واحد انقتل ابنه في الحرب، قال له يا سيدي أنا راضي، ابنه انقتل في سبيل الوطن، بس بدي جدته، بدي إياه، بدي جدته، بدي أخذها أدفنها بمحل قريب حتى أروح أزوره كل يوم. ما لقوا، كيف بدهم لقوا هالجدة من بين آلاف؟ ففكروا بإقامة نصب الجندي المجهول في فرنسا، وكان صاحب الفكرة أبو أحد المفقودين، وجوابكم غلط. طيب بسيط. مش حاجة من عندنا. قلت لك.
السؤال للنجمة، يا نجمة شدوا حيلكم، 123 المنجنيق يا أستاذ خير الدين ويا ست نهى. المنجنيق اسم لأهم وأكبر آلة حربية قديمة، كان يحطها القنابل ويرموها ورا السور، وهو اسم مؤنث وقد يذكر، فما هو معنى هذا الاسم وما هو أصله يا أبو علي؟ الاسم فارسي الأصل، وهو يعني مقسم الكلمة من جنيق، يعني وتعني كم أنا جيد أو ما أجودني. وطبعا المنجنيق يعني فعله في الحرب في ذاك الوقت كان فعلا جيد. ما أجودني من جنيق فارسي. أستاذ ثروت، مع تقديري للمعلومة عن المنجنيق، هو أحب أوضح أنه المنجنيق كلمة صينية الأصل، وهي تعني نار الشيطان، وكان بيستخدموه الصينيين في حروبهم ويقذفوا به النار على الأعداء. ده حقيقة كلمة المنجنيق. من جنك صيني تعني الشيطان، النار الشيطانية. النار الشيطانية. نعم. ست أمل، المنجنيق هو اسم إغريقي، وعلى فكرة الإغريق هن أول من استخدموه في الحروب، مشان هيك هو كان سبب انتصارات الإسكندر ذو القرنين. وأصل الاسم ماجيكوس وتعني صخور الأبطال. وصدقوني. صخور الأبطال، شو رأيكم؟ فنانة أمل كمان، أمل مصممين على أمل. إنكم تسمعوش كلام الست، تسمعوا كلام الست. لا يا أستاذ شريف، تسمع كلام الست. أسمع. هو هذا بدل على براعة أمل في إنها اتغلطكم وجوابكم غلط، والجواب الصح مين بيعرف؟ أبو علي، أبو علي، ما أجودني، ما أجودني فارس. هو الشاطر من اللجنة اللي بيقدر يقنعكم بالجواب الغلط بأسلوبه وكلامه اللي بيقوله. وعلى حكى بسرعة. مش هيك عشان ما تاخذوا بالكم. طيب السؤال إلكم يا هلال، السؤال إلكم رقم 108. لمختلف الشعوب عادات وتقاليد كثيرة، خاصة في الملبس والمأكل والشكل، فبعض الشعوب يحبذون إطالة اللحى وغيرهم بحلقوها، ومنهم من يطيلها كثيرا ومنهم من يهذبها، فهل كان الفراعنة ممن يطيلون لحاهم يا سيد هاني؟ كان الفراعنة يحلقون لحاهم، مو بس هنين، كانوا يفرضوا ذلك على المرافقين والحجاب ورجال القصر. يعني أنا بزمانه كمان مثلت في أحد المسلسلات التاريخية، وكانت تحكي عن فترة الفرعونية، فكان الممثلين يشيلوا دقونهم، يعني يطلعوا بلا لحى ولا شوارب أيضا. حلقولك يعني. أيوة. طيب أستاذ ثروت، طبعا الفراعنة دول يخصونا. مش كده؟ طبعا. فالإجابة اللي هنقولها الفريقين حر، يعني أحرار في أنهم إيه يعني يستقبلوها ولا ما يستقبلوهاش. اولا الفراعنه كانوا فعلا بيشيلوا دقنهم خالص، بيحلقوها، ولكن كانوا بيلصقوا بالذقن كده باروكه دقن رفيعه صناعيه، يعني صناعيه. فده يعني ده حقيقه، يعني هذا المكياج في ذاك الوقت بالظبط كده، بالظبط خدع يعني. ده. وانت ايش خدعتك؟ مو خدعت يعني، معقول في هذاك الزمن كان في مكيار يجي يحط لهم دقن؟ ولو يا استاذ محمد، هم كانوا بيعملوا هذا الموضوع، وكانوا بيلصقوا دقن صناعيه زي باروكه كده، زي اللي بيمثل بيها دلوقتي في بعض المسلسلات التاريخيه. لا انا مع احترامي انك انت حضرتك مصري، بس انا عندي المعلومه الصحيحه، الفراعنه بهذاك الزمن كانوا يطولوا دقنهم ويحلقوا شواربهم. اي الفنان محمد ثروت، لأن حسب معلوماتي أن كانوا يركبون ذقن مستعار. اتفقتوا محمد ثروت؟
محمد ثروت. نعم. يعني كان يحلقوا لزقوا بروكي هم. نعم. حتى حتشبسوت كانت مرتبه عزلت جوزها واخذت لحيته ولزقتها. نعم. وصح اي مربع؟ خمسه. رقم خمسه نص المربعات. يلا يا نجمه دي شدوا حيلكم شدوا حيلكم. ما الفرق بين الزائده الدوديه والبصران الاعور اذا كان هناك فرق؟ ابو علي. البصران الاعور هو اسم شائع في بعض البلدان للزائده الدوديه. يعني هم نفس يعني اسمين لمسمى واحد. يعني يستعمل كلمه زائده الدوديه بنستعملها نحن يمكن في بر الشام، بينما بمصر وبشمال افريقيا بيقولوا المصران الاعور، ولكن هم اثنين شغله واحده. زي ما تقول في ناس بيقولوا بطيخ، ناس بيقولوا رقي وجبز. أيوة. وحبحب. أيوة. كله نفس الشيء. استاذ ثروت. المصران الاعور هو جزء من الامعاء الغليظه، وهو الجزء اللي بيلتقي بالامعاء الدقيقه، بيخرج من المصران الاعور زائده هي الزائده الدوديه، واللي بيستأصل الزائده الدوديه، ولكن لا يستأصل المصران الاعور، الزائده الدوديه فقط هي التي تستأصل. شكرا دكتور. الدكتور ثروت اعطاكم نصيحه. الطبيبه الست الدكتوره امل. لا حول الله. لما بتلتهب الزائدة الدودية، وكلياتنا بنعرف انه الزائدة الدودية هي جزء من المصران الغليظ، بيجوا الدكاترة بيخدروا المريض بيعملوا له عملية بيستأصلوا الزائدة الدودية، وبالتالي مكان استئصال الزائدة الدودية يطلق على المصران الأعور لأنه بيصير فيه شيء ناقص. أيوة. المصران الأعور. شو رأيكم؟ يا خير الدين. محمد ثروت. محمد ثروت شو قال؟ الدكتور محمد ثروت. الدكتور محمد ثروت. شو قال؟ قال انه المصران الاعور في اخر في زايد الدودية. كيف؟ يعني المصران الاعور شيئين مختلفين. المصران الاعور وزايد الدودية. لا بس بدي افهم شو قال. قال انه امتداد من الامعاء المصران الاعور. مزبوط؟ قولي يا نهى. المصران الاعور من الامعاء الغليظة. اما الزائده الدوديه من الامعاء الدقيقه فممكن تستأصل، اما الامعاء المصران الاعور مش يمكن يستأصل. اذا مختلفين انت وياه. لا شو مختلفين؟ انا انت قلت شيء وهي قالت شيء. طب عيد لنا الاستاذ. عيد. المصران الاعور هو جزء من الامعاء الغليظه، وهو الجزء اللي بيلتقي بالامعاء الدقيقه، بيخرج من المصران الأعور زائدة هي الزائدة الدودية، واللي بيستأصل الزائدة الدودية، ولكن لا يستأصل المصران الأعور، الزائدة الدودية فقط هي التي تستأصل. خلص موافقين؟ موافقين. أيقولها صح. ما احنا قلنا موافقين. أنا قلت لك إياها. أعطوني مصراني. هي اللي اقترحتها. طيب. أي مربع؟ اثنين. اثنين. رقم اثنين. طيب نرجع للإخوان في الهلال. بدنا نطلب من الأستاذ ثروت يغني لنا شيء قبل ما نحكي عن الحرير. أسير الحبايب ترى يا قلبي.
الشعر الحرير وسؤالنا عن الشعر رقم 96. ينمو شعر الرجل حوالي 1.5 بوصة كل دقيقة موزع على عدد شعرات في جسمه كله، لكن لو وصلنا هذه الشعرات كلها في خيط واحد لا يبلغ طوله 37 ميل، وبالطبع لا ينمو الشعر كله بالسرعة نفسها، مش هيك؟ في أي فترة من النهار والليل بتكون نمو الشعر أسرع إذا كان في اختلاف؟ أستاذ هاني. يكون نمو الشعر أسرع في فترتين في النهار، الصبح أو قبل الظهر، بين الساعة 10 و11، يعني فترة النشاط، وبعد الظهر بين 4 و6 فترة القيلولة. أيوة، إذا بين 10 و11 وقت فرج فنجان القهوة في المكتب بسرعة، ولما ينام القيلولة بعد الظهر أسرع. أستاذ ثروت. طبعا يعني المنطق يقول والواقع انه ما فيش ساعات ابدا لنمو الشعر اثناء الليل او النهار، الشعر بينمو نمو الطبيعي اثناء الليل زي النهار بشكل عادي، انما يعني الشعر ظابط نفسه على مسلسل بتاع الساعه 11 بده شمس الشعر عشان ينمو. مش معقول يعني، مساله برضو صعب ان الواحد شو راي الست امل؟ لا ابدا، انا مع احترامي لارائهم طبعا ما بنقدر نحن نحدد انه فتره نمو الشعر بين الساعه 11 لل10 ل10 او شيء، مستحيل ما بتزبط، بس هي فعلا سرعه نمو الشعر بتختلف بين الليل والنهار، تشتد سرعة نموه بالليل أكثر من النهار، خاصة عند الرجال، بدليل أنه كثير من الرجال بيحلقوا دقنون بيفقوا بلعوة طويلة فبينمو الشعر. يعني إذا الواحد يا أستاذ شريف لو عاوز دقنه ما تطولش ما يعني يسهر ما ينامش. ده كلام واحد سهر ما بينامش، قصدك تقولي كده؟ ما بيحلقش دقنه. شو رأيكم؟ لا والله أنا بقول أستاذ هاني. هاني الرماني. أستاذ هاني. نعم. بين 10 و11 نعم وبين 4 و6، لانه نعم. ملاحظ انه في المكتب حتى اذا بتطلع بتخشن دانه في الفترة المكتب. لا هاي نصيحه الوالده صراحه. نصيحه الوالده هاي قالت لي هالاوقات، يعني انا هيك قالت لك الوالده. يعني هلا انت بتحس في المكتب وانت عم تشتغل انه دقنك عم تطول بين 4 و6 بعد الظهر؟ مش بحس فيها، بس لما اروح على البيت بلاحظ. معروف يعني، بتلاحظ، متعارف عليه. متعارف عليه، متعارف عليه. انت بتشوفي والدك مثلا عم تطول شعره بين 4 و6 بعد الظهر؟ صراحه ما اركز في هالشيء، بس هل متعارف عليه؟ متعارف عليه. بدكم هالجواب؟ نعم. صح غلط بدكم يا صح. عجبكم لانه حرام ابو علي ولا مره هذا نصيبنا جبرتوا خاطره، بدكم اياه يكون جواب. هذا الملاحظ يعني. ايه هذا الملاحظ. ملاحظ ولا صح؟ صح. أنا صح. صح صح صح. صاروا 5 أسئلة. السؤال السادس، أعطيني المربع تبعك. رقم 7. واحد رقم يلا أوكي. واحد. رقم واحد. صار في خط مستقيم يا نجمة، انتبهوا. بعض أسماء الأشخاص تجدها منتشرة في قطر عربي، مش منتشرة يعني، مثلا بتلاقي في الشام مأمون وموفق ويزيد ومعاوية، وفي الخليج حمد وحمود وجاسم وخليفة والأخرين، في مصر في دسوقي ومرسي وبسيوني وفي بيومي كمان. شو معنات بيومي يا أبو علي؟ شو أصل هالاسم؟ بيومي الأصل على ما أتصور أصله فرعوني، ومعناه بحري. بحري يعني بحري، ابلي وبحري، ابلي وبحري. ايه بيومي بحري، بحري بالفرعوني. الفرعوني. استاذ ثروت. يعني ممكن نصحى استاذ هاني نلاقي الملك بيومي الثاني بقى بدل رمسيس الثاني، يعني اقول لك مدام بيومي مثلا بدل رمسيس. لا طبعا، هو اسم بيومي اسم اصلا تركي ومعناه كبير. بيومي تركي. أيوة. تعرف في مصر كتير تأثرت بأسماء تركية لأنه كانت تابعة للسلطنة، السلطنة العثمانية، يعني الكبير. أنت عارف حضرتك أن ثروت اسم تركي؟ ثروت عصمت. لا، ثروت. ثروت هو اسمه بالتركي ثروت. ثروت يعني الثروة. مزبوط. فعرف أو حرف إلى ثروت. طب تعرف أنه ميرفت؟ ميرفت اسم تركي. اللي تعرف إيش هو؟ لا. هو المروة.
الصفا والمروة. أيوة أيوة. الأتراك بيقولها مرفت. مرفت. مرفت هي مروة. طيب أستاذ أمان يا رب. أول مرة رح أتفق مع الأستاذ محمد بإجابته وأقول مظبوط وأصله تركي، ولكن بختلف معك بالمعنى، هو مو معناته أنه كبير، هو أصله تركي وبيتألف من مقطعين باي ويوم، يعني يوم العيد يوم. صارت باي يوم مع الزمن وكذا، وهي صارت بايومي بايومي بايومي. يعني أنا ليه واحد صاحب اسمه بيومي بقى أسميه يوم العيد، أقول له تعالى يوم العيد. لا يوم العيد لا فعلا. يا يوم العيد هعد عليك كده يعني. هاي أنتوا قلتوا أصل اسم ميرفت وأصل اسم سروات. يعني هم اثنين يعني. هم اثنين بقولوا تركي. واحد لا ولكن معناها هو فعلا معناها كبير وتاني تقول يوم العيد. احنا مع الأستاذ هاني. وأنتوا مع الأستاذ هاني شو بدكم فيهم؟ عم بخبصوا. شيك. مع الأستاذ هاني أصله فرعوني. معناها في بحري. بحري. يا ابو علي انت مالك بالعاده بس كيف الجواب هي في المية ان شاء الله وصح. من الاسماء الفرعونيه المشهوره بشاي وتعني عيد وتعني حظ، شنوده الرب او الحي ويستعمل كاسم لدى الاقباط، بساده نور ويستعمل كاسم ايضا لدى الاقباط. والسؤال المربع رقم رقم كام؟ تسعة. تسعة؟ سكرتوا عليهم يعني. يلا يا شدوا حيلكم يا هلال. تنتج الصين نصف إنتاج الحرير في العالم، وهم الصينيون أول من أنتج الحرير منذ 4000 سنة، وبقي سر دولة القز لديهم فقط أكثر من 2000 سنة، ما حدا يعرف يعمل حرير إلا هم. دورة القز على إيش تتغذى يا أبو علي؟ دودة القز كما نعرف جميعا على ورق التوت. ورق التوت. ورق التوت، واللي ما عنده ورق توت ما يقدرش يربي دورة قز. دكتور ثروت. هو هتفق برضو مع الأستاذ هاني، ولكن هقول إنه دودة القز لا تتغذى فقط على ورق التوت، ولكن تتغذى أيضا على ورق نبات الخروع. يعني إذا ما فيش عندكم في البيت توت وعندكم خروع ممكن تربوا دودة القز. بالضبط كده يا ست أمل. هي فعلا دودة القز فجعاني. يعني بتتغذى على ورق التوت وبتتغذى على ورق نبتة الخروع وبتتغذى على ورق سنديان. سنديان. ممكن تاكل فراخ مشوية كمان. شو رأيكم؟ إذا كانت في هذا الزمن في أمل الفنانة أمل عرفة، لأن أنا معروف عندي إن السنديان تغذى عليه مع التوت. سنديان. والخروع طبعاً صراحة. هي آلة ثلاثة. ثلاثة. بدك تختاري جواب واحد منهم. لا أختار الفنانة. صالح. هي بتغذى على الثلاثة، وهناك يختلف نوع الحرير اللي. يعني. مزبوط مزبوط مزبوط. هو تتغذى على ورق التوت والخروع. والسنديان، لكن نوع الحرير بيختلف من نوع لنوع من غذاء لغذاء. يعني مثلا بيكون شديد او سميك او رقيق. وجوابكم صح. طيب اي مربع؟ 4. رقم 4. نسأل النجمة. يا نجمة، الثلج يصنع من الماء عندما يتجمد إلى درجة صفر، وهذا ما يعرف باسم الثلج المبلول. وهناك ثلج آخر أكثر برودة من الثلج المبلول اسمه الثلج الجاف، فما هو الثلج الجاف يا أبو علي؟ هو يصنع بتبريد غاز الفحم أو غاز ثاني أكسيد الكربون. وهذا الثلج عندما يتعرض للحرارة يتبخر إلى غاز فورا، ما مثل ثلج المي بيصير مي، وهو أيضا أبرد من الثلج اللي بنستحصل عليه بتبريد الماء. طيب أستاذ ثروت، الثلج اللي بيبقى موجود على قمم الجبال، بعض الجبال العالية قممها بتبقى مرتفعة جدا، و
بيتكثف عليها التلج في صورة صخور كلسية لا تتكسر، وهو ده ما يطلق عليه اسم الثلج الجاف. الثلج الجاف هو الثلج الذي يبقى على قمم الجبال صيفا شتاء ولا يذوب. يا ست أمل، هو الثلج اللي بيتساقط بالشتاء اللي هو بيسموه الندف أو الندف، صحح لي معلوماتي. وهو هذا الثلج اللي بيتسمى عند الإنجليزي سنو مو آيس، ويسمى ثلج لما بيتساقط على الناس مو لما بيبللهم مثل البرد. يعني الندف أو السنو لما ينزل عليك ما مش زي المي أو البرد ببلك، بكون جاف. شو رأيكم أستاذ هاني؟ أستاذ هاني، أستاذ هاني، هاني هاني قال الثلج مصنوع من غاز ثاني أكسيد الكربون. من غاز. من غاز. متأكدين 100%؟ 100% وصح صح. هذا الثلج إذا داب على إيدك ما بتنبل، بيطير. حتى إذا كان شفته بالاستعراضات الراقصة والغنائية بتلاقي المطربة أو المطرب عم بيغني وطالع من تحت الأرض دخان، هذا ثلج جاف عم بيدوبوه لأنه بيطلع بتكثف في الجو. طيب أي مربع؟ ستة. كم؟ ستة. ستة. لسه ما عملتوا خط مستقيم، الحقوا حالكم يا هلال بالسؤال رقم 116. أطلقت على بعض البحار والأنهار أسماء ألوان، منها النهر الأصفر، البحر الأحمر، البحر الأسود، والبحر الأبيض، والبحر الأبيض المتوسط. لماذا البحر الأبيض المتوسط سمي البحر الأبيض المتوسط؟ غيومه بيضاء معظم أيام السنة فسمي البحر الأبيض المتوسط. غيومه بيغطيه معظم أيام السنة بيضاء. بيضاء. أستاذ ثروت، هو سمي البحر الأبيض لأنه أولا هو بيتصل بأكثر من بحر، يعني في البحر الأسود وفي البحر الأحمر، فكان لابد من التفريق، ولذا سمي البحر الأبيض. سمي البحر الأبيض لتمييزه عن الأسود والأحمر. نعم. سموه أبيض. نعم. ست أمل، ببساطة تسمى البحر الأبيض المتوسط بهذا الاسم لأنه في قصة طريفة وراء هذا الشيء. نحن نعرف أنه الرومان سيطروا على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، شواطئ الشمالية والشرقية والجنوبية، سموه البحر الأبيض المتوسط لأنه فرضوا على كل سكانه أنه يرفعوا العلم الأبيض رمز لاستسلامه، وبالتالي سموه هذا الشيء نوع الاستسلام. من الإزلال رمز الاستسلام. سؤال لكم الأستاذ هاني الروماني، غيوم البيضاء، غيوم البيضاء. نعم. مسكين في الجواب. نعم متمسكين. وصح. أي مربع؟ ثلاثة. رقم ثلاثة. ثلاثة. صار عندكم خط مستقيم ومبروك عليكم 3000 درهم. مبروك عليكم. شكرا. مبروك عليكم. شكرا. وحظ سيء للنجمة مع أنه يعني أجاب وأجابات كويسة، لكن حظ سيء. إن شاء الله مرة تانية بتعودوها. شكرا لضيوفي الفنانين، وشكرا لكم، وإلى اللقاء.